السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت 26 يناير في زيارة للفنان القدير الأستاذ حسن دردير مشقاص. بسم الله. أنا أولا شكرا لك على الزيارة، والحقيقة أحبابه كثير جو لمسة وفاء وعم حسن يستاهل ويستحق، لأنه أعطانا الكثير في البدايات من كل ما قدموا لنا في الساحة. وأنا منتج له أعمال الآن قادمة في الأسواق، منتج له دردشة وسواح ووزير 14 و15. إن شاء الله هتشوف الاستديو عندك، إن شاء الله هتشوف الأنوار صوت وصورة. في شيء ما نزل يعني؟ ما نزل، ما شاف الله، بس كلها جديدة. اخوي عبد المحسن، لو لحقت انت عم حسن كان ضمك معاه لله، لانه عندك خلاف. أيوة عندك روح فنية. مسميني تحفه هو. اي والله اقول له تحفه مش قاص. الله يحفظك حبيبي، نورنا والله. العظيم الاستاذ حسن قاعد المستشفى وحضر بدايه ذكرى حلوه وشيء قديم ونازح الكم والطيبين. فكر مش الجنون من اللي جاه المؤخضر، فرحي انا مش الهدوء واكثر، فرحي انا مش الهدوء واكثر. شوف الصدام هو برضو عامل اشطار. اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب إلى جنات الخلد. يا من رحلتم عنا، اللهم نور مرقد كل ميت وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا وهو في قبره، أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة